السلام عليكم، شكرا على 90,000 لايك بالفيديو السابق. اما الان اترككم ويا الفلوج، كل شيء راح تتونسون به ومشاهده امور ممتعه. والله المكان كله تشارجرات، سيارات مدعومه. هاي هنا انا همينه تشارجر، خلينا نشوفه. هاي تشالنجر 6.4 همينه خوش دعمه. هاي الباب مالتها محروق كله حرق عمي. وهاي هي تشالنجر، هي جاي الضربه مالتها. هسه الكورف تاير راح تنزل ولازم نفتحها هسه بعد شويه، ان شاء الله تكون رن اند درايف. يجوز لا يجوز ايه. شوفوا هاي ضربتها شلون، حتى التاير معمود من ورا، تشارجر ار تي اكو، كل شيء اكو. هاي توهم صابغين هذا السقف، شوفوا شلون صبغ بيرفكتو، يعني ولا تقولون عبالك مصبوغه، حلو والله. حتى هذا الباب عبالكم جديد بس هو كله مصبوغ صبغ بيرفكت. فهاي هسه راح ارويكم نظره كامله على الكورفت، وهذه الدعمه مالتها، وهسه راح ننزلها. وهاي القطع اللي لازم هسه اجيبها، يجوز بلكي تتصلح هاي القطعه، ما يحتاج اجيب واحده بدالها اللي هو البنيد. هاي من جوا هسه، هذا هو البنيد مالتها، هيك ينفتح بالعكس طبعا. وهذا المحرك، اهم شيء المحرك ما بي شيء. والله الحمد لله حط كهرباء يا شباب، شحنها. وهاي انفتحت السياره، بها اضويه خارجيه وداخليه وبها على الباب. وهذه هي من الداخل، ما ادري ايش لاعبين هنا ايش مخربطين. هذا المفتاح مالتها هسه لازم نشلعه. هسه راح اشغل السياره. شغل السيارة، اشتغلت من جوا بس بقى شغل المحرك. ما شاء الله. وانا حاط رجلي على الدي، انزل يا الله. ها هي، تاكد كله تمام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ما شاء الله الحمد لله. بيني وبينكم مع بالي رن اند درايف، الحمد لله طلعت رن اند درايف، يعني تمشي انه ما بيها شيء. والمرايه مالتها كلش كلش حلوه وراقيه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس شوفوا السقف، بس يحتاج لها تنظيف وترتيب وتعديل، واكيد راح يحتاج لها تبديل القطع. ان شاء الله اجيب لها قطع زينه، مازت زي ال 1 اور زي ار 1، ما اعرف، واحده غاليه كلش. ان شاء الله تكون بيرفكت، وان شاء الله عتبه خير. ويا اهم شيء مال انشورنس. فهي شغلات مال صاحب السياره القديم. هاي هنا حرامات ماكو شيء. وشايفين هذا هسه فتحه اللي هي الشاشه، شوفوا هاي الشغلات اللي كانت عند صاحب السياره حاطها هنا، ما ادري شنو هاي، شغلات مال فيول وهيك. ونرجع هاي وهيك. هاي حرامات ممشقه او صاير عليها مي، فهنا هم ما اعرف شنو عنده شغلات حاط شنو هاي. anyway. حلو مهتم للنظافه مال السياره انه نظيفه. خلنا نفتح الصندوق. اوف واو. فهاي السيارة من الداخل اصدقائي، وهذا هو السقف فتحته. حتى اكو قلم اشياء كم شغلة ناسيتها، يعني لما ماخذيها منها الانشورنس. الحمد لله السيارة تخبل. شوفوا هذا، تخيلوا انه هو شفاف بس من فوق يبين انه اسود، بس هو من انا اشوفه السقف يبين، يعني والله تصميم حلو عجبني هاي. فبيها هواية فيكات هواية حركات، ان شاء الله بالفيديوهات القادمة الاشهر الجاية راح نتعرف عليها ونجربها ونسويها ونعدلها وكل شيء. الكورفت من جوا حتى بيها كاميرا، يجوز هاي الكاميرا صورت الحادث، هيك كاميرا كبيرة هنا محطوطة وتصويرها حلو، كاميرا راقية، فاحتمال صورت الحادث حتى نشوفه بعدين. ان شاء الله خير وكل شيء بوقته حلو، الله يسهل يا رب. اما هسه اجى وقت ننقل الانفينيتي ايضا عند المصلح. هسه راح ارجعها، قول بسم الله. هاي ماكو صوت، مو مثل الكورفت ذيك السيارة تهتز يمنا ويسرى هيك هالقد، مال محرك كبير. هاي هم محركه كبير بس هاي لكجري. فشوفوا الانفينيتي من الداخل ما شاء الله، الكيو 60. وهسه راح نصعدها واني راح اظل بالسياره موجود. هيجي روح اصعد اصعد. وهاي صعدتها وهسه راح تنسحب للاخير. وهذا رجال تعب ويانا والله، مي قليله بحقه بس شو نسوي. وهاي الانفينيتايه اللي همينه بسعر كورفت تقريبا، ما اعرف تصليحها ايش قد راح يطلع شلون، همينه جاهزه ان شاء الله. هاي الانفينيتي زينه، يلا بسم الله، ان شاء الله يا رب اثنيناتهم يتصلحون يا الله باقل التكاليف يا رب. انتوا شوفوا الاسطوره الانفينيتي شلون شكل عليها اسطوري ما شاء الله، ليش الداخل مالتها ما شاء الله. اخذتهم دعمات خفيفه، تعتبر هاي دعمات جدا خفيفه بالنسبه للمصلحين للعلم، او لل يعني للي ياخذون هيك سيارات. اكو ناس ياخذوهم مشكشكين من ورا ومن قدام والابواب وكل شيء، انا اخذت دعمات اماميه فقط وخفيفه جدا تعتبر. يب الله يحفظ لنا اياها يا رب وتكمل على خير يا رب. هاي ورا نص ساعة او ربع 20 دقيقة الطريق وصلنا للمحل. الكورفت صارت هنا، وهسه الكيو 60 همينة صارت هنا انا واخيرا. طبعا اكثركم ما يعرف هواي شغلات عن الكيو 60 او عن الانفينيتي وعن سياقتها، ان شاء الله بالايام الجاية
اراويكم سعر القطع، سعرها ايش قد بالسوق، سياقتها، اريحيتها، التكنولوجيا اللي بيها، كل شيء بالفيديوهات القادمه او الاشهر الجايه ان شاء الله. واكيد كذلك راح نراويكم الكورفت بالاشهر الجايه، ولذلك اشتركوا بالقناه وكونوا مشتركين ومفعلين زر الاشعارات حتى تشوفون كل شيء خطوه بخطوه، وياكم نعيش كل التجارب واللحظات. هاي السياره صاحبها الظاهر كان عايش ببنسلفانيا. بنسلفانيا شوفوا، لان كاربون فايبر كله قشر فيتكسر بسهوله، فان شاء الله هذا كل تيارب يا رب انه ما يحتاج تبديل، انه بس نصبغه يا رب، لان يعني اذا ابدل بس هاي بهذاك السعر، هاي بهاي السعر. الانفينيتي الستيرن مالتها طبعا كلش خفيف، يعني تحسها هيجي مو بس لعابه، شوفوا هيجي هيجي ما اعرف بزونه. دي شوفوا السيارتين ما شاء الله، فشي يعني انا وين انا دا احلم، معقوله ما كنت اعرف او اتخيل فد يوم من الايام انه انا راح اجيب سيارتين من سيارات احلامي اللي كنت اتمنى اسوقهم، اللي كنت اتمنى اقتنيهم، اليوم تحقق. شوفوا صوتها ماكو، ما يبين صوتها، راح يغيرون مكانها هسه. بس شوفوا تقولون عبالك مرسيدس مثلا من هاي الاي ام جي، هاي السوالف الجديدات. حلو شكلها، اسطوري ما شاء الله، لا قوه الا بالله. ما شاء الله حلوه، بس بيها شخطه هم هناك لازم همينا نصبغها، فايد انا اعدل بالسيارات كل واحده بمكان. بالمناسبه الكورفت هذه زد 51 باكج او فتشي سبورت او فتشي اغلى من العاديه، بس بشيء بسيط يعني. فمن نيو جيرسي تخيلوا، كانما من نيويورك، كانما من نيويورك اجتني، يعني ايش قد طريق. فهاي ما كانت ران اند درايف، كان مكتوب بس كار ستارز، بس طلعت الحمد لله انه ران اند درايف. فهاي هنا هسه هاي السياره دي يصلحوها، نفس الشيء هاي. فمثلا شوفوا هاي بالنسبه للدعمات مالتي او بالنسبه للسيارات اللي انا ماخذها بالدعمات مالتي، شوف ايش صاير بيها، ماكوله اكل. فهاي يرجعوا لك اياها بلاديه عادي، تخيلوا ايش قد مدمره بس ترجع عادي. فانتوا قارنوا هاي الدعمه بالدعمات اللي انا ماخذها، عرفتوا شلون؟ عندكم بالنسبه للانفينيتي راح احتاج يمكن اربع قطع، كل شيء سجلت وكل شيء شرح لي عليه، كل شيء سجلته بالتليفون بالنوتس. واما الكورفت عبالي يعني بس كم قطعه، عبالي بس هيك هاي وهاي اشياء بسيطه، طلع راح يحتاج لها قطع ما تخلص، اشكال والوان، شغل كلش هواي بها، هواي شغلات من جوا، شرح طويل. وبالبزنس الجديد مالتي اللي انا دا احاول ابدي به، بقى اهم شغله اللي هي البحث عن القطع وشراء القطع، وانه تلاقيها ارخص الاسعار، وانه المناسبه وانه الصحيحه وانه اللي تحتاجه، والشرح والحكي طويل. المهم راح نشوف بالنهايه ايش راح يصير. المهم كونوا مشتركين بالقناه مفعلين زر الاشعارات حتى تعرفون كل شيء بالتفصيل المفصل، ايش راح يصير وايش قد راح ادفع وكل هالسوالف. اكو عده اسعار بالصبغ، انا اختاريت اغلى نوعيه صبغ يقدر يسويها والافضل، اللي تجي مطابقه للسياره 95% ان شاء الله او 90%، لان هاي سيارات غاليه فلما تنباع صعب كلش تنباع، ولازم الشخص يشوفها مضبوطه مليار بالمليار. فاسال الله سبحانه وتعالى الله يوفقنا، والشغله متعبه مع باليك، متعبه الصراحه. هذه الجوه هي القطع اللي لازم اجيبها للانفينيتي، وهاي الفوق هي القطع اللي لازم اجيبها للكورفت. فلكم ان تتخيلوا ايش قد اكو قطع، انا يعني ما كنت حاسب الاحساس حساب، عذرا، وعبالي هيك بس كم قطعه. طلع مليون شغله، مليون قطعه لازم القي، الله يساعدنا. وهي كل قطعه بذاك الحساب المرتب. والى هنا اصدقائي كانت نهايه هذا الفلوج، مستمرين ونحو الافضل، اسعد نفسك بنفسك، القادم مليون مره اجمل واحلى وللافضل وبس. ان شاء الله ترقبوا الفيديوهات الجايه، والحكي هوايه وللافضل وبس، دا اشتغلكم على هواي مفاجات اقوى واحلى من الكوربت ومن ميزو وهواي سوالف، ودا احاول ان شاء الله اونسكم دائما بالفلوقات الجايه واطور من محتواي وهواي امور، واهم شيء تطوير العقل البطيخه اللي هنا. دمتم في امان الله، كل شيء جوا الفيديو، ما بقى لنا شيء، نوصل 3 مليون يمكن 30 الف مشترك، شيء كلش قليل، والقناه الاولى يعني باقي هم 20 الف شيء، ونوصل مليون عليها باذن الله. مع السلامة.